سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. الدكتور الفي تنبأ بخسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي لسبب صادم سنتعرف عليه من خلال تصريحه. فإذا كان سيلعبون مقابلة في كرة القدم المغرب سيفوز، إذا كانوا سيلعبون مباراة سياسية هنا المشكل. نخشى أن تكون الأمور مرت بالليل وهذا لا نريده. نخشى أن يكون الحكام لاعبين مع فرنسا، نخشى أن يكون أشياء أخرى، ولذلك كان على الفريق المغربي يعني أن ينتبه للأكل وللماء ولكل الناس الذين يحيطون به، لأن تعلمون أن هناك أشعة وهناك أشياء ربما يطلقونها في الهواء يستنشقها اللعاب المغاربة، يعني هذه أشياء يعني لا تخطر لكم على بال ولكن موجودة وتكون مهم واردة، أقول واردة يعني تكون في قطر أو لا تكون لا أظن، لكن واردة، وهذه تستعمل للرياضيين في الملاكمة وفي كرة المضرب وفي السباحة وفي جميع الرياضات تستعمل هذه التقنيات، يعني تقنية الليزر وتقنية الأشعة وتقنية يعني وضع شيء في الماء ووضع شيء في الأكل ووضع شيء في الهواء كي يستنشقه الرياضيون لكي يضعفوا. ثم الفريق الفرنسي هل سيكون سيحقنون له بعض الأشياء المسموح بها دوليا؟ صدقوني 700% أن العالم سيغمض عينيه إلى اللعاب الفرنسيين أخذوا الدوباج، حتى الفيفا لن تقدر على الكلام، صدقوني، لأنه الآن أوروبا كلها وأمريكا لعبة ضد العرب، صدقوني لأن الدوباج ممنوع. نعم التنشيط في هذا الهرموني والتنشيط بالكورتيكويدات والتنشيط يعني منشطات يعني أقوى من الكورتيكويدات وأكثر أقوى من هذا يعني منشطات، لأن هناك شركة متخصصة في صناعة المنشطات التي لا تظهر في المختبرات، هناك شركات متقدمة متخصصة في بعض الجزيئات الكيماوية التي لا يقدرون على تحليلها في الدم. أعيد، هناك شركات تصنع منشطات كيماوية وبايو كيماوية يعني لا تظهر في المختبر، لا تظهر في تحليلات الدم في المختبر. هذا كذلك هاجس وهكذلك عامل جيد من العوامل التي ممكن، ولذلك قلت إذا كان المغرب سيلعب كرة القدم سيفوز، إذا كان سيلعب مباراة سياسية استراتيجية فيها الغرب كله فيكون لنا الشرف أن يتعدى علينا الغرب. إذا تعدى علينا الغرب يعني وعرف العالم بأنه تعدى علينا فقط لأننا عرب ومسلمين ولأننا نشهد أن لا إله إلا الله فيكون لنا الشرف. ثلاث لاعبين مغاربة كانوا عاملين إشارة بأصبع السبابة يعني وهي إشارة المسلم وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما تعمل بأصبعك هذا أنه توحيد، رمز التوحيد بالنسبة للشباب، هذا رمز التوحيد، لما نعمل بأصبعي هكذا رمز التوحيد، يعني أنا أوحد بأنني أؤمن بالله وحده كإله وأؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعني الشهادة. فكتبوا عليهم في أوروبا دواعش يصفون لاعب كرة القدم بالدواعش، انظروا الحقد أين وصل بهم، يعني الآن يعيشون على أعصابهم، ولذلك قلت نحن نجحنا.